مرحبا بكم مجددا أحبتي الكرام في الدرس 136 مع كلمة مهمة، كلمة child. child أمثلة في جمل سوف نحفظها وتعلم استخداماتها وأهم المرادفات فقط في دقيقتين. أما الآن أضغط على إعجاب، اشترك في القناة، فعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس مباشرة حين نشرها. إذن خلينا نأخذ كلمة child اللي معناها طفل، طفلة، ابن أو ابنة، قاصر، أو تأتي بمعنى ثمرة. هذه أهم معاني كلمة child. المثال الأول على كلمة child وبطريقتنا المعتادين عليها، طريقة الحفظ بالجمل وليس بالكلمات اللي بها شرح مفصل سوف يظهر أعلى هذه الشاشة الآن، بإمكانك مشاهدته إذا كنت تشاهد للمرة الأولى. إذن مثال أول، اقرأ فعلي بعد إتمام هذه القراءة حتى تحفظ باللفظ الصحيح. He was the last child in the family. كان آخر طفل في الأسرة. He was هو كان the last child، الطفل الأخير، in the family، في الأسرة أو في العائلة. إذن اقرأ معي الآن. He was the last child in the family. حاول تكرار هذه العبارة وجميع العبارات 5 مرات بصوت مرتفع واكتبها في كراسك أيضا. المثال الثاني على كلمة child. He is a child in financial matters. He is a child in financial matters. إنه طفل في الأمور المالية. أهم مرادفات كلمة child. Kid طفل أو طفلة. Son ابن أو ابنة. Infant قاصر. Product تأتي بمعنى ثمرة هنا وتأتي بمعنى مرادفة لكلمة child. إذن هذه أهم مرادفات كلمة child، حاول أن تحفظها جيدا. أما الآن استخدم كلمة child في جملة، ضعها في جملة واكتبها أسفل هذا الفيديو في التعليق. انتظرونا بالحلقة القادمة مع كلمة جديدة ومهمة أيضا، كلمة choice. Thank you and go ahead. إلى اللقاء.